عايزة أناشد يعني وزارة الداخلية ومصلحة الأحوال المدنية إنه يعني حمزة يبقى عنده شهادة ميلاد، لأنه ماشي والله. هو ابن مصر في الآخر برضو، أيوة والله. وحتى لو أبوه رماه في الشارع بس مصر مش هترميه في الشارع. احنا وبناشد عارفينها. وزارة التربية والتعليم إنه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم انه ان احنا نأمل انه حمزة يعني يتعلم ويبقى في مجتمع يعني قده وزيه ويبقى عنده تعليم، وانه وفي متهيألي مدارس بالمجان مش كده يا جماعة؟ ايوه عندنا. في مدارس حكومية كتير بالمجان يعني لحين استخراج شهادة الميلاد. هي بس وانا العقبة، واثقة، قولي قولي يا حاجة. ما بقول لحضرتك هي العقبة. لو كان في مدرسة كان هندخله. عندنا المدارس ناس طيبين برضو والله، وبيخدموني كويسين. والله والله. بس هي المشكلة في شهادة الميلاد. طبعا هي دي اللي انا كتير بشوفش ابويا، بس هو زعل برضو لما انا قلت لا بحبوش. يا حبيبي لا تحبوش طبعا. لا يا حبيبي انا بكره من ساعة لما هو ما عملش شهادة الميلاد اصلا. معلش يا حبيبي معلش، هو بابا ما يقصدش حبيبي، اوعى تكرهه. هاي يا حمزة. لا انا ما بحبش ابويا. لا يا حبيبي لا لا معلش معلش معلش، ما نقولش كده على بابا، هو هيصلح غلطه. و احنا عارفين رئيس راجل طيب ان شاء الله، وربنا معانا بقى. الله يوقف لنا اولاد الحلال. لا ان شاء الله باذن الله. يعني احنا عندنا بجد يعني بتبقى استجابه لوزاره الداخليه، ما يعني الحاجات دي بالذات ربنا يعني ربنا يحميهم يا رب. وانا يعني باطلق برضو استغاثه من وزاره الداخليه زي ما عملنا مع ياسين، وكان في استجابه سريعه جدا، وشهاده الميلاد يعني تم استخراجها في اسبوع تقريبا. انا نفسي انه حمزه يدخل العام الدراسي اللي جاي، وهيكون فايته سنه مش كده، بس هيلتحق يعني ان شاء الله. فاحنا كل اللي طالبينه هي الورقه بتاعت شهاده الميلاد دي. انت عندك معاش او حاجه يا حاجه وفاء؟ كان اخويا مات ماليش معاش، خدت انا ومراته معاشه عشان ما نلوش ولاد. طب تزعلي مني لو قلت لك النص بتاعك كام؟ 600. عايشه ب 600 جنيه؟ هو كان بياخد 1200، هي خدت 600 وانا خدت 600. وما عندكيش اي مصدر دخل تاني؟ لا والله. وعايشه ب 600 جنيه؟ الحمد لله راضيين وراضيين. ندفع منهم ايجار كمان. انا بناشد كمان دكتوره نفين القباج وزيره التضامن الاجتماعي صاحبه القلب الذهبي وجبر الخواطر، انه هي عندها برامج كتير لدعم الحاجة فاطمة وحمايتها، وبالتالي هو هتبقى حماية في الاخر لحمزة هذا الطفل اللي هو يعني هيشيل اسم مصر، ويعني مثلا تكافل وكرامة، مثلا معاش شهري، سكن يعني آدمي ملائم، علشان يعني يتربى ويطلع يعني راجل حقيقي سوي. عايزه تقولي حاجه اخيره ست وفاء؟ انا عايزه اشكرك يا استاذه على ايه؟ انتي رضيتي تقابلينا وتكلمينا وتتكلمي. اعوذ بالله، كتر الف خيرك والله، ربنا يحميكي. احنا بنشتغل هنا. انا على فكره ابويا من ساعه ما زي ما عملش شهاده ميلاد حتى وانا عندي 6 سنين، وحتى انا ما بحبش ابويا عشان ما يعملش اي حاجه اللي عايزها اصلا. يا حبيبي ان شاء الله في 90 دقيقه هنحاول ان احنا نحميك ونقف جنبك. ربنا يكرمك. وانا شخصيا مش هسيبك، بحبك، بس انا مش عايزاك تكره بابا يا حبيبي. بابا معلش عنده ظروف ومقصر معاك، بس مش نكرهه، بالعكس حبه بالعكس. وقول له دلوقتي، قول له في الكاميرا، كاميرته فين يا جماعه؟ والله يا ابوك كان مفيش حد زيك. كاميرتك يا قدامك يا خساره. قول له عايز تقول له ايه، بس ما تقولوش ما بكرهك، اوعى هزعل منك. عايزك تيجي يا بابا. قول له عايز ايه، قول له عايز ايه، نفسك معايا. في ايه بتقعد نفسك في ايه زي الولاد اللي بتقعد تشوفهم قدك؟ عايز ايه كلمه هنا هنا. نفسي ابويا يرجع لي، نفسي ابويا يرجع لي ويعمل لي الحاجات اللي انا عايزها، ويعمل لي اي حاجه انا عايزها زي زمان كان بيعمل لي وانا صغير اي حاجه انا عايزها، وينزل يفسحني ويوديني في كل حته انا عايزها. والله وكريم وفسخي وفنجري، معرفش نصيبي انا ده، كان جدع جدا والله. ما كانش وحش يعني، ما كانش وحش من صغره. انا عايز افتري حرام.
انا طيب وحنين وكل انا اكتر حد بحبه في العالم هو خالي. يا حبيبي حنين معاك جدا، بيعمل لي اي حاجه عايزه وشايل التليفون برضو. ده اسمه ايه خاله عشان نشكره على الهوا؟ خاله يوسف. يا خاله يوسف، خال يعني حمزه، انا بشكرك على قلبك جدا الجميل وجدعنتك، وصحيح زي ما بيقولوا الخال والد. أيوة. والست دي عظيمه لانها جده وبتحاول انها تعتني بهذا الطفل المسكين اللي ما عندوش يعني اي حاجه، لا حول ولا قوه لي، وصغير هيعمل ايه في الدنيا ده الواحد سابهم ما اعرفش. حبيبتي فهي عايزه تطمن عليه ومن حقها، ويعني اكراما لسنها ومكانتها عندنا اكيد كبيره كلنا. وحمزه من حقه انه يبقى يعيش كانسان سوي وزي اي طفل من سنه، وانه يدخل المدرسه، وانه ممكن يعني زي ما قلنا الدكتور انفين القباش تشوف يعني ممكن يبقى في سكن، برامج دعم وحمايه ليهم. يعني انا برجو ده، وانا هنتظر انه حد يكلمني او يتواصل معانا علشان خاطر حمزه وان احنا نساعد حمزه. والاسبوع الجاي يبقى عندنا يعني على الاقل يعني خبر مفرح بالنسبه لحمزه.